النهاردة هنتكلم عن تليفون بوكو الـ M4 Pro الـ 5G. طبعا السنة اللي فاتت شركة بوكو عملت ضجة كبيرة جدا بسلسلة هواتف بوكو الـ X3 والـ X3 Pro. الأجهزة كانت نازلة بمعالجات من الفئة الرائدة ولكن بسعر بينافس الأجهزة اللي جاية من الفئة المتوسطة. وقبل ما نبتدي في عرض مواصفات وتقييم جهاز بوكو الـ M4 Pro الـ 5G، ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو أتمنى تدعموه باللايك والشير. هنبتدي مع تصميم البوكو الـ M4 Pro الـ 5G. هنلاقي ان الظهر مميز بعلامة البوكو جنب بوكس الكاميرات، واللي اول ما هتشوفها هيفكرك بنسخة الريدمي نوت 11. خامات التليفون هتلاقيها كلها من البلاستيك ومدعومة بمعيار الـ IP53 المقاوم للرذاذ المياه والأتربة، مع طبقة حماية على الشاشة من نوع الجوريلا جلاس الإصدار الثالث، ووزن التليفون حوالي 195 جرام. هنلاقي شاشة التليفون من نوع الـ IPS الفول HD بلس، وبحجم حوالي 6.6 انش، وبتدي ريفريش ريت متغير حوالي 90 هرتز مع 240 هرتز معدل لمس، وقوة إضاءة بتوصل ل 450 نتس. الشاشة بتقدم أداء مقبول من حيث عرض الألوان وحدتها وتشبع الصور بيها. نظام التشغيل اللي جاي بيه جهاز البوكو الـ M4 Pro 5G هو أندرويد 11 مع واجهة شاومي الـ MIUI 12.5، والتليفون بيجي بنسختين رامات من نوع الـ LPDDR4X 4 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت، ومساحتين تخزين من نوع الـ UFS 2.2 64 جيجا بايت للنسخة الـ 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت للنسخة الـ 6 جيجا رام. وطبعا تقدر تزود مساحة التخزين لغاية 1 تيرا عن طريق تركيب كارت ميموري خارجي. معالج التليفون من ميديا تك هو ديمنسيتي 810 أوكتاكور بمعدل 2.4 جيجا هرتز، بيميز المعالج إنه جاي بمعمارية تصنيع 6 نانومتر الموفر للطاقة. أداء المعالج يعتبر قريب شوية من معالج السناب دراجون 732. وبالنسبة لمعالج الرسوم هو مالي G57، بيعتبر أداء المعالج سلس على مستوى التصفح والألعاب. ولو أنت مهتم بالألعاب التقيلة زي بابجي وكول أوف ديوتي، هتلاقي البوكو الـ M4 Pro 5G هيشغل لك بابجي على مستوى فريمات 77 فريم على جودة إعدادات اللو، وبالنسبة لكول أوف ديوتي هيشغلها لك لحد 42 فريم على الإعدادات الهاي. أما على مستوى البطارية والشحن، هنلاقي إن التليفون بيجي ببطارية بحجم 5000 ملي أمبير وبشحن بقوة 33 واط فاست تشارجنج، والشاحن بيديلك إمكانية شحن البطارية بالكامل في حوالي ساعة تقريبا. بالنسبة للكاميرات في تليفون بوكو الـ M4 Pro 5G، هنلاقي إن الكاميرات متوسطة أو أداها يعتبر متوسط. الكاميرا الأساسية جايب سنسور من سامسونج الـ GN1 بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8، مدعومة بالأوتو فوكس، والكاميرا الألترا وايد جايب دقة 8 ميجا بكسل وبتدي زاوية تصوير حوالي 119 درجة. وزي ما قلت أداء الكاميرات بيعتبر متوسط ولكنه مناسب مع الفئة السعرية اللي جاي فيها التليفون. الكاميرات الخلفية بتدي جودة تصوير فيديوهات Full HD مع 60 إطار في الثانية الواحدة. بالنسبة للكاميرا الأمامية وهي 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4، وبتدي جودة تصوير فيديوهات Full HD مع 30 إطار في الثانية الواحدة. لو حبينا نتكلم عن بقية الميزات أو الفيتشرز الموجودة في التليفون، هنلاقي إن التليفون جاي بإصدار بلوتوث 5.1. كمان الموبايل مدعوم بإكس أكسس فايبريشن اللي بيتحط في الفئة الرائدة واللي هتاخد منه تجربة مميزة جدا عند تلقي الإشعارات. وطبعا التليفون هنلاقيه مزود بسنسور جانبي للبصمة مع فيس انلوك ولمبة اشعارات وجيرو وتسارع وبوصلة، وكمان مستشعر الـ IR كلاستر للتحكم في الأجهزة الإلكترونية والمشهورة بيها شركة شاومي. أما عن تقييمنا للتليفون، فهنلاقي إن مواصفات الجهاز بتعتبر مناسبة جدا للسعر. هنلاقي النسخة 4 جيجا رام مع 64 جيجا بايت مساحة تخزين عاملة حوالي 265 دولار أو ما يعادل 4000 جنيه مصري. أما بالنسبة للنسخة 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحة تخزين عاملة حوالي 288 دولار أو ما يعادل 4500 جنيه مصري. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ومستني رأيكم عن التليفون في التعليقات. ولو عندك أي تساؤل أو استفسار اكتبهولي في التعليقات وإن شاء الله هجاوبك عليه. سلام.